السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا سوق السطات. اليوم 15/10/2022، غنبداو مع الخرفان تبارك الله ما شاء الله. السرديين راهم مبيوعين، مشريين 90 قلب 88 4400 هما بجوج. منين قالوا لكم المرقد ديالهم؟ ما سولونا على المرقد ديالهم، المهم عجبوك ديتي وصافي. على العموم اخوان الله يسخر، مرحبا والف مرحبا، كنعتذر على الغياب طويل صراحه. الله يسهل المولان قدام لا جبي تي سي. تحياتي للمتتبعين كاملين لا هنا في المغرب ولا خارج المغرب، مرحبا والف مرحبا، تبارك الله عليكم. خروزين ها هو مول الدكه، ها الله يسخر مولاتي، تبارك الله عليكم اخوت. والله يسهلك فيهم ان شاء الله بالرباح يا ربي. نبايس تبارك الله ما شاء الله. هاد السلعة السلعة شريتها ولا باغي تبيع؟ شري تعطينا المشرف شحال ديتي ولا باغي تعاود فيه نبيع؟ شحال تقريبا؟ ماشي ديالك هادي ولد عمك. الله يسخر الله يسخر الله يسخر. تبارك الله ما شاء الله اخوان، خروف كسابي هنا في سوق سطات. اليوم كي داير مزيان الحمد لله. الثمن 35. اللي باغي فين؟ مش متبتين معاك؟ اللي متبتين 33. عطينا اخوان 1650 33 اللي قال لي اخوان. حنا كنت واجد في السوق اسبوعين من مدينة سطات. مرحبا والف مرحبا. اللهم السلعة والله يسخر الله يجيب تسخر الله يجيب تسخر. تبارك الله ما شاء الله. السلعة السامعة هي 35 عطينا لك. طيب شحال قاطع علي؟ قلنا لي مع 36. قلتي لي 36 ما قداوش. أكيد السوق اليوم بالنسبة للرواج شحال السلعة؟ السوق بحال خاوي السوق. شري بالي السوق بحال خاوي. شري بالي أنا كاين اتساع. اتساع موجود وي الحمد لله. اتساع وجد تبارك الله. اتساع كاين هنا في رحبة الغنم، أما الشي الآخر في رحبة الخروف. الشي الآخر كاين زحام. حنا ضيقنا واحد المول كيطون هنا الساعة سيدي ربي فكنا منه. تحيد وي خليه يرتاح. قاطع ب 36 هادو تاعنا شدني معاك. الله يسخر ولا يسخر بشي. قلت لك جبتي سير. اللهم امين. الله يجاب. وهذيك كي داير بخير؟ 36 بحال بحال نفس الثمن. والله يسهل عليكم ان شاء الله تفكوا السلعه بالرباح. الله يجيب لكم التيسير. شدوا هذا هو الاول الصباح الله يحفظك. هذا شنو اسمه سامع؟ هذا خويا كنقول 36. 36 اللي مزقين معاك السي محمد 32 عاطينو 1600 درهم. المرقد ولاد بوزيري جايبو معاك. ايوه الله يسخر. هذه السلعة ديال جملة شدوا عليها هي زوينة. خروف توا بدري اش عاطينا انت؟ 33. 33 باغيها فين؟ اييه عاد الثمن اللي ناضي الثمن باغي فين؟ 33. كيفاش ما عطاوكش؟ مازال ما عطاوكش؟ ما عطا باقي ما كاين حتى ما عطا هاد الساعه. الله يسخر الله يسخر. السي محمد غنخليو لكم الرقم تاع السي محمد، راه كاين في ولاد بوزيري. تحيه الله يحفظك. هاد والو العيب وين؟ كاينش العيب. العيب اخوان قال لكم والو. وخلينا من النمره. مرحبا ودي السلام. 06
70 طيح 57 076 57 75 69 الله يسخر ما جبتي سيرة احنا مع الصديق ديالنا عبد الغني كنا حطينا ليه واحد السليعه وسط السيمانه اتصلوا بك الناس عندي واحد السيد من مديونه للدار داها لا ما داهاش وريت واحد السليعه اخرى وعزل من عندي واحد السق الله يسخر وما تقديناش على الثمن ياك دا بعدا شي حاجه ما خبشاش خاوي ما داوالش قال لي بعت اخرى مشات قال لي بعتها اه وبعد نهار الخميس وجع لي حتى الخميس العشيه باينه سي العمليه تبارك الله هذا ما بياناش لا ديالك يلا سير اعطينا مهم. اعطينا النشرة عبد الغني ولا النشرة كاع حنا ما عندناش مشكل كاينش مشكل اعطينا هذوك بدا مع هذوك اللي هذو راه هما خمسة هذاك زين خمسة هذا اللي راسه بحال اي ناعس هذا وهذا اللي قدامك اي هذاك لا هذا عبد الغني مشري 32 ولكن 500 درهم عطاوك 500 انا 500 درهم 600 درهم عطاهم 500 درهم هما خمسه يعني بحال 100 درهم لواحد زاد بحال ولاو 33 34 ولاو 34 34 عرفوا 700 هادو خمسه اللي شفتو دابا هاد الصغير عطيني هذا هاد الصغير راه هما ثلاثه اييه ثلاثه ب 94 94 4700 ما عطوناش شي مال خدنا ما دابا زوينين تاهم مزيانين سبعه هذا هادو هما ثلاثه تاهم أيه شحال عبد الغني 100000 عطونا فيه 6000 بحال وصلوا 106 دابا 106 هذا عطونا فيه 42 هذا بوحنا لكن هذا سمين شويه سمين شويه عطينا صحاب الدبيعه 42 صحاب الدبيعه نخليو لكم الرقم تاع هاد الجوج ما داخلينش لا هذوك ما ديوليش ماشي ديول سير 06 50 50 65 65 85 86 45 45 عبد الغني كاين في النواحي تاع الجمعه ديال ولاد عمو الله يسخر ما جبتي سير الله يسهل عليك مرحبا سعيد تبارك الله عليك تبارك الله هشام كدير في السنه هشام فر لينا شي مجموعه ديتي ولا باغي تبيع هشام دينا ولا قسم الله ليهم ديتي دورو في 5000 و65 دورو في 5000 65 بحال واصل 70000 عندي سي قال لكم اخوان 3000 و 500 درهم اللي عاطينه هنا زين جايب الجموع تبارك وخلي لهم تخلي لهم الرقم على الحاول هنايا وعاد باش نديروا نصوروا النعجات ونخلي لهم الرقم تاعو 06 59 اي 80 80 31 31 51 51 بلاتي بلاتي تنقطع مع الحاولي وعاد باش حدا الحاولي بوحدو ونعجب بوحدو هو هذا والله سخر اخويا هشام الله جبتي سي تبارك الله ما شاء الله سمع هذا الصديق عبد الله عبد الله بدا لنا بهذا الله يرضي عليك راه تعب غالي اخويا راه كاينين مليح ديما باش من اللعب المليح راه تعرف مليح طيب شوف ياك ولا شي مليح عبد الله واحد البانيو وهذا فين شنو واحد الناس اللي مولفه بالمليح راه تعرف قيمته ما مولفش بالمليح راه تقول لي يقول لك انا راه يجيب لي جوج حوالي ثلاثه ماشي مشكل راه كاينه درك انا عجاب 10000 15 كاينه نعجب 50 60 اللي مقادر بنادم راه ما مقادرش على العموم تبارك الله ما شاء الله الورد اخويا راه مولفين بالمليح ثمن الغالي مولفين بالمليح الشاقع عزيز لينا المليح الله يحفظك عبد الله الثمن ديالو 86 4000 و 300 سنة الحين المواصفات راه كاينين مليحة اخويا عبد الغني و هاي تحمل شاف هاي تناقة تاول تاوسنا الحليب عبد الغني ثمان عبد الله تاول 74 74 3700 السلعة سلعة غالية اللي كان باغي المليح على تشكلها ولا تسمى يقول الكاسب والمليح عزيز عليا دوري جيني المرقد الأغلبية في قيب صالح قيب صالح ثمان وثمان 74 ثمان 3700 هادو كاملين كيمشيو فحلة فحلة
65,205. تبارك الله. هذاك كبير كدير السن يخلي لكم عبد الله، يخلي لكم رقم التليفون. سي محمد كي داير بخير؟ السلعه كي دايره؟ عزيز لي مليح. خلي لهم رقم التليفون 06 72 94 22. بغى شي حاجه مرحبا. السلعه خويا راه ما مقاداش. شنو كاين الحاجه وتمام؟ كل حاجه والسومه ديالها بلا ما باش ما بغا يقدر يقدر خالد موجود. نعاودوش هضره غير اخواننا. وهذا تبارك الله عليكم، احنا حاولنا نقربكم من لازين والله يسخر عبد الله. الله يجيب التيسير. تبارك الله عليك. يلا سن.